وشوف ايه اهم ردود الفعل اللي عليها. المباراة طبعا خلصت 1-0، وواقع الامر المنتخب ما راحش. اول حاجة كانت اصابة اكرم، دي كانت من ضمن الحاجات اللي عليها تفاعل كتير جدا. تاني حاجة الحكم بكاري جاسما والكورة اللي كانت كل شوية تفسي، وفي ناس قاعدة يقول لك دي فرصة المفروض المنتخب كان ينسحب. كابتن احمد شوبير بيقول لك يعني لا حول ولا قوة الا بالله، محمد صلاح مش مرتاح في راس حربة، ولا مصطفى محمد مرتاح في الناحية اليمين، وكابتن ميدو بيقول لك مصطفى محمد بيلعب وينج رايت ليه، لان فعلا كان من ناس بتلعب في اماكن غريبة جدا. يمكن حتى زمان ابراهيم فايق بيقول لك الشناوي محظوظ انه بيلعب في مركزه في الماتش ده والله، بسبب الكوكتيل الاختراعات اللي عملها لنا للاسف كابتن كراش. ميدو بيقول برضو تاني احنا وحشين قوي النهارده، بس لينا ضربه جزاء ما فيهاش شك، لازم حد يفوق كراش. غرور كراش على فكره نقطه، يعني نقطه ضعف كبير جدا جدا. زمان احمد سمير بيقول لك يعني هنبدا نعمل خطوره، تعليقا على اللي قاله المعلم المباراه احمد الطيب في اخر 3-4 دقائق بدانا نعمل خطوره. خدوا بالكم بلس 90 المنتخب بدا يظهر.